النهارده، وكان طرح فيها بعض من البنود البنود المهمه. طبعا النهارده كان الحضور بتاع اول يوم، كان في حاجات طبعا مثاره. طبعا حرص كابتن محمود الخطيب على التواجد ورد على كتير جدا من الاشاعات المتناثره، وبيؤكد ان هو موجود. حتى دي التقطها احد الزملاء كان باعتها، فكره تواجد كابتن محمود الخطيب بين الجمهور وبين الجمعيه العموميه. كابتن محمود الخطيب بخير، وان شاء الله دايما يكون موجود وسط الجمهور ووسط اعضاء النادي. في رسالة واضحة جدا بترد على كتير جدا من الكلام، والصورة خير دليل يا أحمد وأفضل من أي كلام. أكيد طبعا يا فارس، ونتمنى طبعا السلامة والصحة دايما لكابتن محمود الخطيب. وأعتقد حضوره النهاردة مش محتاج تعليق أكتر من أنه خلاص بقى، يعني هو أنا موجود وبشر مهام عملي بشكل كويس، ونتمنى دايما التوفيق للكابتن محمود الخطيب ولكل مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل حتى أي حد فرد شغال في المنظومة الرياضية. نتمنى له السلامة والتوفيق، ونبطل بقى زجب اشاعات وكلام بقى ملوش اي اساس من الصحه. طبعا عايزين نتكلم في نقطه مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي لحمه واحده. فطبعا بنتكلم في فكره ميزانيه النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها في الجمعيه العموميه، ان هي وصلت ل 2 مليار جنيه، رقم ضخم جدا بالنسبه لاي نادي موجود في افريقيا. طبعا الميزانيه فيها حجم زياده عن الميزانية اللي تم تقديمها في العام الماضي، السنة المالية الماضية اللي بتنتهي في 30/6، بحوالي 700 مليون جنيه، وده رقم. ولكن الأهم كمان إن الميزانية يا أحمد لما تيجي تبص فيها أنت ممكن تلاقي ارتفاع 700 مليون جنيه بس فائض الميزانية قل أو مش موجود. ولكن الدلالة الأهم إن فائض الميزانية تعاظم وزاد عن السنة اللي فاتت، ووصل لحوالي 322 مليون، وده برضو بيعكس ده بالنسبة للناس المهتمة بالأرقام. كل ده يا جماعة مؤثر في قوتك الشرائية كنادي، في قوتك كنادي حتى في الاستثمارات. الأصول الثابتة حتى داخل النادي زادت فيما يخص فرع التجمع. بصينا كده في الميزانية وشفنا مؤشرات، بالرغم ان انت عملت موسم انتقالات صيفية صرفت ما يقارب ربع مليار في انفاق على الانشاءات او غيره، في انفاق على الانشاءات، وما زال في فائض 322. الفكره ان انت ممكن تتكلم في زياده الميزانيه ولكن الفائض في الميزانيه قل. لا. انت الميزانيه زادت والفائض في الميزانيه مع ذلك زاد، وحجم مصروفاتك كبير، ولكن ده يعكس ان حجم الايرادات كمان تعاظم، وده مؤشر جيد جدا يهم كمان جمهور النادي الاهلي، لان زي ما قلنا بيؤثر في قوه النادي الاهلي الماليه والشرائيه يا احمد. نعتقد كده نكون فقرتنا الاولى انتهت، هنخرج ونرجع لفقرتنا الثانيه اون سبوت، انتظرونا.